عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا بعد فترة طويلة. قلت النهاردة اعمل معاكم فيديو جديد، وهو البابا غنوج المشوي، بس ده على طريقة جديدة شوية. وفي ناس كتير جدا جدا بتحب البابا غنوج المشوي، لان دوت حاجة صحية وفي نفس الوقت الاطفال بيحبوها وخفيف على المعدة. فطبعا المشوي دوت مش شرط يكون على الفحم بس، ده ممكن يبقى كمان على شواية كهرباء عادية في البيت. فقلت انا وسمير ويوسف نجيب بتنجان اللي هو القلايط او الرومي على حسب ما بتسموه، ومعاه فلفل حامي، وفي كمان فلفل رومي، وطبعا قلنا نشويه على الشواية الكهرباء ونعمل مع بعض حبة بابا غنوج. وطبعا هنعمله بالطحينة، فحطيناه هو بياخد وقت شوية بس بيستوي على مهله، لان اللي على البوتاجاز زي ما احنا عارفين ان هو بينزل زيته وبيصفى كله على البوتاجاز. فطبعا قلنا ان احنا نشويه على الشواية الكهرباء احسن، بيتشوي برده وبيدي نفس الطعم، بس ما بنخسرش زيته او ما بيصفيش زيته زي ما بيتعمل على البوتاجاز. وطبعا حبينا نحط عليه فلفل رومي بيديله برده طعم جميل، وفلفل حامي. الفلفل الحامي برده بيطعمه وبيخليه مشطشط كده وجميل زي ما احنا عارفين كلنا بنحب الفلفل الحامي، وده اختياري مش اجباري، يعني مش شرط انك تحطي فلفل حراق، بس هو بيديله ريحه طعم وبيبقى طعمه جميل جدا في الاخر. فحطيناه طبعا سمير ويوسف واقفين اهو بيقلبوا فيه، قال يا ماما هنساعدك ونعمل معاك النهارده، وهنحطه شويه نسيبه لحد لما يستوي. والشواية الكهرباء بتبقى يعني هي ما بتسحبش كهرباء كتير، بس هي مفيدة لأن بتطلع لنا البتنجان مشوي، بتطلع لنا البتنجان مشوي زي اللي على الفحم بالظبط، بس زي ما قلنا مع بعض إن هو ملهوش يعني مفيش دخان مفيش بهدلة، وفي نفس الوقت ما بنخسرش زيته. وحاطين معاه الفلفل الرومي والفلفل الحامي. طبعا سمير ويوسف يعني بصراحة ربنا ربنا يبارك فيهم، بيساعدوني في كل حاجة فبيقلبوا فيه. وطبعا ياخدوه بعد كده علشان يقشروه ونطحنه كويس زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو، بعد ما نهرسه بالشوكة كويس جدا جدا. طبعا نجهزله طحينة، الطحينة بتاع الطحية مصر انا قلتها لكم قبل كده في الفيديو بتاع الرنجة. الطحينة ديت لونها فاتح وجميلة جدا وتقيلة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو برضو. الطحينة ديت انا زي ما وريتكم قبل كده بعملها ان انا بحط مية سخنة وبفك الطحينة فيها وبحط لها حبة الزيت وحبة خل وحبة كمون، وما برضاش احط لها كمون علشان ما يرمقش لونها ويفضل فاتح. وبننزل بعد كده بالطحينة على البابا غنوج، وبنصفي الطحينة كلها على الباذنجان، نفضي الطبق كويس. خلاص كده فضينا كل اللي في الطبق، وبنقلب كويس الباذنجان مع البابا غنوج عشان كله يدخل في بعضه، وطبعا معاهم الفلفل الروم والفلفل الحراق وحبة التوابل بقى في الباذنجان نفسها، حبة كمون حبة كزبرة. بصراحة ربنا بيبقى طعمه تحفة تحفة تحفة، مقدركوش على الباذنجان مع الفلفل الروم والحامي وبينزل عليه الطحينة، بيبقى طعمه جميل جدا ويفتح النفس من مقبلات الأكل. وفي نفس الوقت الطحينة لوحدها جميلة الأطفال كلها بتحبها، بس لما بتدخل في البابا غنوج بتبقى احلى ويبقى طعم جميل. ودي ممكن تتقدم في اكلات كتيره جدا جنب مشويات بقى، جنب اكل عادي، جنب فراخ محمره. بصراحه البابا غنوج يعني لو جنب فول وطعميه عادي، يعني هو
ممكن يتقدم في كذا اكل يعني، محدش بيعترض عليه لان من مقبلات الطعام الحلوه وفي نفس الوقت التكنيك. وحطينا لها طبعا حبه زيت على وشها، والطعم جميل جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، شكله يفتح النفس، احلى من بتاع المطاعم، لان بتاع المطاعم انا شفته قبل كده بيبقى مسلوق كله ميه، ما بيبقاش حلو ولا في الطعم ولا في الشكل. واحب تقولولي رايكم ايه، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك ودعموني، علشان ان شاء الله اقدم لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.